البلابل بتيجي على مصيدة الملطش ما بلحقش افتح الكاميرا والبلبل يروح داخل فيها على طول وتروح قافل عليه. جوه من جوه اصفر، اول مره اخد بالي من الموضوع ده. تصدقوا ممكن نعرف الذكر من النتايه في البلبل عن طريق الفم زي طائر الماينا او المينا. عايز افتح لكم النار. بص يا جماعه بس ما هوش راضي. تقريبا من جوه اصفر. هنشوف برضو هنشوف البلابل اللي هنمسكها بعد كده، وهنشوف هل في فرق في اللون بتاع البق او المنقار من جوه. لو في فرق يبقى ان شاء الله احنا هنقدر نميز الذكر من النتاية بسهوله. دي الخشبه اللي بنحطها عشان نجيب بها البلبل. بنيجي حطيناها كده ما بين الباب والبلبل ونحط ايدينا وتكون مخرومه من النص. ده محمود هاني يا جماعة، صديق القناة، فوق بيلم هوة اليمام، عنده زي 40 أو 50 يمامية كده، سايبهم كلك بإقفاص، يعني بالقفص اللي هو بتاع طماطم. ولذلك أنا دايما بنصح أي حد عاوز يبدأ صيد، قفص الطماطم هو أسهل مصيدة ممكن تعملها، وبيصطاد أوتوماتيك لوحده من غير ما تبقى قاعد له. يعني في صديق لينا للقناة عنده محل طيور زينة في القاهرة، طالب مني كمية يمام، وانا طبعا ما عنديش لان مطلعه اول باول، يعني زي ما بتشوفوا للاطفال وكده. وفي بعض الناس برضه بتشتري وبنتهاون معاهم، ف اللي عاوز 10 بديهم له 12 15، لان الناس هنا كلها قرايب طبعا، يعني احنا قريه والقريه دي بتبقى عائلات وكلها قرايب، فما ينفعش ان الواحد يبيع له حاجه. انا بستغلها بصراحه ب 10 جنيه الواحده، لكن طبعا في القاهره والحته دي تلاقي الجوز هناك بيتباع ب 25 30 لغايه 50 جنيه اجتهادي. يعني شفت واحد السوق اللي فات والله، بس نسيت اصوره، كان معاه شويه كده حاططهم في جوبيه بتاعت سمك سلكي كده على قفص وماشي بيهم في السوق. فطبعا انا بعرف الناس ان الصيد بقفص الطماطم بيكون سهل جدا. لو تلاحظوا محمود هناك في القفص اهوت بيلم في اليمام، بس هو لم كمية كبيرة. هطلع الموبايل دلوقتي كامل وتصوير. المفروض كنت اديت الموبايل من الاول خلاص، بحس اصور لكم كمية اليمام اللي 40 او 50 يمامة اللي عنده، مش عارف قد ايه، بس عنده كمية كويسة يعني. فصديق للقناة عندي عنده محل في القاهرة، هبقى انزل لكم فيديو ليه للمحل بتاعه. عنده طيور جميلة بسم الله ما شاء الله، وحاجات جميلة.
هو بعت لي فيديوهات وهنزلها لكم ان شاء الله قريب، بس كان عاوز يمام لانه هو بيبيع اليمام عنده. فطبعا انا بديله الواحده ب 10 جنيه، هو بقى ممكن ياخد في الواحده مثلا لو باع الجزء ب 25 ولا حاجه ولا زيادة على حسب، فهيكسب فيه يعني. برضو في ناس بتطلبه لان بيعالجوا بيه الاطفال اللي هي ما بتنطقش بسرعه، تتكلمش يعني بسرعه، بتاكل يمام تقريبا بيقول لك بتتكلم، والشوربه بتاعته بتعالج القرحه بتاعه المعده والتهابات المعده حاجات زي كده. وكان قال لنا الكلام ده واحد من الصعيد، يعني ايه ده حمار، كل ما اروح في حته صور حمير. معلش يا جماعه احنا فلاحين، والحمير دي يعني في حياتنا اليوميه موجود على طول. يا حودي كام واحده بس؟ هاتوا وتعال. هخليك من المشاهير على اليوتيوب. امسك الخرم بس عشان ما يتروش. فين الخرم اللي انت حاطه منه؟ هو دي؟ ماشي ماشي، ما تخافش ما يتروش. امسك كده من هنا وبص، اربط دي في دي. دي في دي عشان تعرف، ولا سيبه منعشيله وما تشيله. تعالى معاه. امسك جامد عشان ما يتروش. بتاع ده هتفلي. امسك من الافندا عشان تفلي. تمام جبناه اهو، نطلع بقى ان شاء الله نحطه لغايه من يوم الجمعه. هننزل ان شاء الله الجمعه الجايه، يا الجمعه يا الحد مش عارف لسه، عشان بس الناس اللي عايزه حاجه، اللي عايز بلابل. بس الكميه مش كتيره حاليا، لسه في السوق الجمعه اللي فاتت.
50 واحدة يا حودة. يلا مش مشكلة. تنسوش يا جماعة دايما في معانا قناة بندعمها، هتلاقوا القناة دي في أول تعليق مثبت وفي أسفل مقطع الفيديو، ادعموها واشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بمقاطع الفيديو الجديدة، وما تنسوش ادعمونا احنا الرخورين، ادعمونا باشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بالمقاطع الجديدة. إذا عجبكم الفيديو شاركوه على السوشيال ميديا، واستودعكم الله. حصيلة النهاردة القفا صافي على الفاضي، ادي واحدة عشان ما تعورش نفسك، ادي التانية دي قافلة على الفاضي، ادي التالتة، الرابعة، الخامسة، السادسة. كويس كويس. صلى على النبي. ادي الست يمامات بتوع النهارده، الحصيله بتاعت النهارده، حطهم مع زمايلهم بقى في الارض. ده تعبان يا جماعه وهو صغير، تعبين السم، لسه ولده صغيره. لقيته هنا في مكنه الطحين في الارضيه تحت في الادوس، تقريبا في بقى واحدة هنا معششة والدة حنشة، يعني تعبان. حصيلة النهاردة يا مماية في المصيدة اهي، وحمامية بني وقفت على كمي. هو مفيش غيرك ولا ايه؟ الحمامية دي كل يوم بتيجي تقريبا، بقالي كام يوم امسكها. حمامة وافية، بسم الله ما شاء الله. بتاع الأستاذ علي شعبان جارنا، بص حطيت تروح فين؟ كم تخبيطه كده والجناح بيتعور من جوه على طول، بتاع الحماميه او بتاع اليماميه تبقى خايفه اول مره بقى تتمسك بالايد. مع اخواتك بقى بعد رجوع نسوه السيدة عائشة، لقيت المصيدة اللي هي بتاعت قفص اللي بتتعمل من قفص عصافير، لقيتها ماسكة بلبل، من أجمل المصايد اللي بتمسك بداها بالبرد. معلش ثواني ثواني، كنت طبعا حاطط له مية والعجوة موجودة جوه علشان لو غبت عليه، بحس ممكن ساعات باجي آخر النهار. طبعا المتيار اللي هناك مفيهوش غير بلبل واحد، هناخده نحطه هناك. خليك في جيبي بس.
نصب المستودع بقى ندخل الاكل ده جوه. المستودع سهلة جدا، انا عامل لها شرح. اللي عاوز اي حاجة يا جماعة تواصل معايا على الواتساب، بسيبهولكوا في اول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. الرقم بتاع التليفون اللي هو 010 اللي عليه واتساب. جبنا طبعا شوية حاجات من السوق هفرجكوا عليها دلوقتي. ادي البلبل اللي لسه ماسكينه، لازم نوجهه يا منيت جوه. بص ماسك في القفص، لازم نوجهه كده علشان ما يطرش مننا. جبنا جزء الزرازير دول، اللي عايز يشوفهم في حلقة سوق السيدة عيشة أسعار وكل حاجة وكل المعلومات عنهم هنصطادوا عليهم إن شاء الله. هيجي عليهم زرازير برضو، عندنا زرازير هنا بس الزرازير ده أسمر ومنقط بأبيض اللي هو بيبقى في مرسى مطروح على البحر. هو الراجل اللي أنا جايب منه شاريهم من الناس بتصطاد هناك في المنطقة دي. عايز أعمل لكم زيوم عليهم، أهم بصوا شكل اليمام الماسي كده، بس اللي عندنا هنا بقى اسمر اسمر غامق غامق ومناره بقى بيكون اصفر. ان شاء الله ما نصطاد عليه ونمسك هصوره لكم، بس انا عايز اوريكم الاول السمان. جبت جوز سمان كده ذكر من تالي التفريخ، حطيت لهم يوسف وبرتقان بس كانوا بياكلوا في البرتقان دلوقتي، وحطيت لهم طبعا كلفه اللي هي بتاعت المحاصيل الزراعية، الحبوب بتاع المحاصيل الزراعية والخبز والعلية والحاجات دي. اللي يعرف برضه السمان بياكل ايه رجاء يقول لنا في تعليق، علشان احط له جميع انواع الاكل اللي بياكلها، وان شاء الله احط له عش وفرخ عندنا بمشيئة الله. يعني انا شفت السمان تاني بس الوان تانية غير ده، في ابيض منقط بصمر وحاجات زي كده.